مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نعرض لكم موضوع مهم جدا وخاصة لعشاق تربية البادي. بعض عشاق البادي عندما يشاهدون محميات طيور جميلة، فإن بعض الأشخاص تقرر بناء محمية وتربية جماعية لطيور البادي، ولكن لا يعرف ما هي سلبيات التربية الجماعية لأي شخص قليل الخبرة. فأنا أنصح أي شخص مبتدئ في التربية أن يبدأ بخطوات حتى يصل إلى التربية الجماعية الكثيرة. فسوف أقدم لكم خبرتي والطريقة التي أستخدمها في تربية الطيور حتى وصلت إلى هذا المستوى. أنصح الأشخاص المبتدئين في التربية بأن يبدأوا بتربية زوج أو زوجين فقط، ويمكن استخدام مثل هذه الأقفاص. هذه الأقفاص التي كنت أستخدمها في بداية التربية. نلاحظ هذا العش يركب من خارج القفص، إنها أقفاص مناسبة جدا للتربية، للتربية الفردية. وسوف تلاحظون أن التربية الفردية جيدة جدا للإنتاج، لأن الطيور تعيش براحتها بعيدا عن المعارك التي تحصل في التربية الجماعية. كما تلاحظون أن الزوج مرتاح داخل القفص، كل زوج مرتاح داخل قفصه. وأيضا يجب الاهتمام بالأكل المناسب، بالتغذية المناسبة. هذا هو القفص، يكون بهذا الشكل. هذا قفص مناسب جدا لزوجين. تلاحظون القفص يحتوي على المجاثم الخشبية والمشربيات وأيضا الأعشاش البياضة. فأنصح أي شخص مبتدئ في التربية أن يبدأ بهذه الخطوة ويتجنب التربية الجماعية، لأن التربية الجماعية سوف تحصل فيها كثيرا من المشاكل، وقد يحصل عند المربي إحباط شديد في التربية. تلاحظون بدأت بقفص واحد في بداية التربية، ثم قفصان، ثم ثلاث أقفاص، ويجب تركيب الأقفاص بشكل مناسب. تلاحظون في هذا المقطع ثلاثة أقفاص، وكل قفص يحتوي على زوجين. وأيضا هنا ثلاثة أقفاص أخرى. وكانت التربية الفردية للطيور البادي كانت تربية مريحة جدا ومنتجة. وسوف تلاحظون أن التزاوج الطيور في هذه الأقفاص مريح جدا، ولا يحدث أي مشاكل مع الطيور الأخرى. كما تلاحظون لا يوجد أي إزعاج من الطيور الأخرى للطيور وقت التزاوج. ونلاحظ أن الذكر يؤكل الأنثى،
حياة سعيدة. وأيضا سوف تلاحظ أن الذكر يلقح الأنثى بأطول وقت ممكن، وهذا جيد لتخصيب البيض. سوف تلاحظون في التربية الجماعية أن الطيور تسبب الإزعاج للأزواج عند وقت التزاوج، تسبب لهم الإزعاج ولا يتم التلقيح بشكل كامل، ولهذا سوف تلاحظ أن أكثر البيض غير مخصب في التربية الجماعية بعكس التربية الفردية. سوف تلاحظون الآن الفترة التي يتزاوج فيها الذكر، يلقح فيها الذكر الأنثى. وأيضا الإنتاج في هذه الأقفاص جميل جدا، وتلاحظ أن الأم والأب يهتمون بالفراخ بعيدا عن الإزعاج، إزعاج الطيور الأخرى. سوف نلاحظ الإنتاج في هذا العش، ما شاء الله تبارك الله. إنتاج جيد وفراخ بصحة جيدة. وأيضا نلاحظ أن الفراخ عند خروجها إلى أرضية القفص، الاهتمام من الأب والأم بإطعامهم. نلاحظ الأم تطعم الفراخ وهم في أرضية القفص، يعني بعد خروجهم من العش. وأيضا نلاحظ هذا الإنتاج بعد خروج الفراخ إلى أرضية القفص، تكون بحماية الأم والأب. ونلاحظ الزوج الآخر الفراخ في أرضية القفص. وتعتبر التربية الفردية، التربية في الأقفاص كبداية ليست تكلفة، لأن الشخص سوف يشتري قفص واحد أو قفصان كبداية ويبدأ التربية. وأيضا نلاحظ أن المربي سوف يحب التربية الفردية كثيرا بعكس التربية الجماعية. أيضا نلاحظ الفراخ تبدأ تتعلم الأكل جيدا، كما تلاحظون الأب يطعم الفراخ الصغيرة والفراخ الكبيرة تأكل بنفسها. وهذا من إيجابيات التربية الفردية بعكس السلبيات التي تحصل في التربية الجماعية، لأن التربية الجماعية تعتبر تربية متعبة وتحتاج إلى صبر وخبرة كبيرة.
نلاحظ هنا الفرخ يأكل الحبوب.